بين قانون القوة وقوة القانون، معركة بدأت في 2011 حين خرج الناس باحثين عن الدولة، الدولة التي اشتاق لها اليمنيون كثيرا لكنهم لم يعرفونها. فهل تبدأ من مأرب؟ أهلا بكم. في نقطة الفلج حدثت معركة تكاد تكون تكثيفا مباشرا عن الدولة في خيال اليمنيين وفي خيال أولئك المأسورين بالماضي. اشتباكات بين أفراد نقطة الفلج الأمنية على المدخل الجنوبي لمدينة مأرب ومسلحين قبليين رفضوا التوقف للتفتيش وتسليم مطلوبين أمنيا. وصل عدد الشهداء إثر الحادثة إلى 7 من أفراد النقطة بينهم قائد الشرطة. حادثة وضعها كثيرون بمثابة اختبار قاس لثبات الدولة ووقوفها أمام سطوة القبيلة، الدولة التي همشها نظام المخلوع وتركها فريسة للمتنفذين والسلطات الفردية. رغم الألم الذي استقبل به أبناء مأرب والبلد برمته خبر مقتل هؤلاء الجنود، إلا أن هناك موجة من التأييد الشعبي لرجال الأمن وحالة من التأييد عامة الشريعة المأربي لطريقة تعامل الجنود وردهم على المسلحين، تؤكد أن اليمنيين باتوا تواقين لدولة النظام والقانون وأن معركتهم لا تزال مستمرة. مأرب لافتة الدولة اليمنية وحضورها الفعلي، حيث صوت الدولة وقانونها وحضورها الأعلى. منذ لحظة تقويض الدولة على أيدي ميليشيا الانقلاب، من أصغر نقطة عسكرية إلى أكبر قصر جمهوري، لم تثبت الدولة حضورها في مأرب على طبق من ذهب، لكنها جملة من المكابدات دفعتها المحافظة وتضحيات ضخمة في ظل إسناد شعبي من كل اليمن، جعل مأرب خلاصة يمنية لمت شمل اليمنيين شمالا وشرقا وغربا، وصدقت فيها نبوءة الفضول في كلمته الشهيرة: قولي لمأرب متى سده يضم السيول. المواجهة الأخيرة بين عصابة مسلحة وبين نقطة تفتيش في مأرب كانت اختباراً لحساس الجاهزية الأمنية تجاه مسألة احترام الدولة وتقاليدها وقوانينها والتصدي للعصابات التي تقدم ذاتها فوق القانون والدولة وتنظر إلى جنود الأمن والشرطة بنظرة استعلائية. بحسب مصادر ميدانية، مواجهة ذهب ضحيتها جنود أبرياء ومواطنون أيضاً، تم الزج بهم في معركة خاسرة في سبيل مزاج الذين لهم سوابق في التعدي على قيم الدولة والمجتمع، مستندين على نشوة السلاح والمال والتاريخ الطويل من العدوان على الدولة والناس. على خلفية حادثة نقطة الفلج في مأرب ومقتل عدد من أفراد الأمن وعدد من المواطنين، تبدو مأرب في مهمة جديدة لها علاقة بمواجهة الانفلات والتعدي بذات الطريقة التي واجهت فيها الانقلاب والاجتياح، وكانت سد الجمهورية والشرعية والمقاومة. دور شرطة مأرب في ترسيخ الأمن في المحافظة يبدو حاضرا ويقظا وعلى قدر من النباهة واليقظة، ويسعى إلى ترسيخ مفهوم دولة القانون لدى الوعي الشعبي ومحاربة ثقافة النفوذ والمشيخ المتجاوز للقانون. بحسب ناشطين، فإن دور قيادة محافظة مأرب والكيانات القبلية سيظل حاضرا في إبراز ثقافة الدولة والقانون وتقدير تضحيات الجنود وتخليد دور شهداء الواجب. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلي هنا في الاستوديو أستاذ خالد عقلان المحلل السياسي، حياكم الله أستاذ خالد. إذن كيف يمكن توصيف ما حدث بشكل عام في نقطة الفلج برأيك من وجهة نظرك؟ بالنسبة لي مأرب، يعني مأرب هي ركيزة الحضارة اليمنية منذ ما قبل الميلاد. يجب أن ندرك تماما أن مأرب هذا ليس جديد على مأرب، التصدي للعشوائية والفوضى التي عمد نظام صالح طيلة فترة حكمه الذي كان يتمتع بعقلية زعيم العصابة وكان رئيسا للدولة بصفة أو بمواصفات زعيم عصابة. فبالتالي نحن أمام يعني تجلي واضح لمعركة فاصلة تكاد تكون يعني خطط بدماء يعني رجال الشرطة الذين يمثلون
رمزية الدولة، فبالتالي نحن أمام معركة فاصلة نستطيع من خلالها أن نحدد المسار الحقيقي الذي سيتجه إليه اليمنيون. هل سنعود إلى الأمجاد التاريخية التي تمثل يعني العمق التاريخي لمارب التي يعني تاريخ وتقاليد الدولة تعود فيها إلى ما قبل الميلاد بألفي عام، أم أن نظام المخلوع صالح لا زال يريد أن يستعيد الوتيرة من جديد ويريد أن يغلب ثقافة الفوضى وثقافة الهمجية؟ للأسف الشديد أن يعني لمدة 30 عاما أمعن نظام علي عبد الله صالح في تشويه ركيزتين حضاريتين تاريخيتين مهمتين في اليمن. الركيزة الأولى تكاد تكون رمزية الهوية التاريخية لليمن وهي مارب، والركيزة الثانية هي الركيزة الاقتصادية المتمثلة بميناء المخا، ميناء المخا التاريخي الذي أخذت منه الماركة العالمية المشهورة موكا. أن يعني كان ميناء المخا عبر حوالي القرون الماضية وإلى ما قبل إلى أيام صعود صالح كان ميناء من أشهر الموانئ التاريخية في العالم القديم وفي العالم الحديث. مارب كما هو معلوم كانت رمز وتشكل رمزية للدولة. علي عبد الله صالح أمعن في تشويه مارب، الإنسان الماربي في الوجدان اليمني خلال 30 عاما، وحقيقة نحن ندين أنفسنا كيمنيين أننا استقبلنا يعني هذا التشويه بسطحية ساذجة للغاية، يعني لم نتمعن ولم نقرأ حقيقة التاريخ، وتم تصوير الإنسان الماربي بأنه يعني تأتي منه الفوضى والدماء ويأتي منه تفجير أنابيب الغاز وتفجير أبراج الكهرباء. هكذا عمد نظام صالح على تشويه الإنسان الماربي. الإنسان الماربي هو يمثل الهوية التاريخية الحضارية لقيمة الدولة. كذلك ما يتعلق بالقيمة الاقتصادية، تحول ميناء المخاء التاريخي، وكان على فكرة علي عبد الله صالح يعمل في لواء تعز يعني قبل أن يكون رئيسا للجمهورية ويتسلق في لحظة غفلة التاريخ، عمد على تشويه، هو كان يعمل مهربا أصلا في ميناء المخا، ثم بعد ذلك استمر ميناء المخا يؤدي مهمة قدرة في فترة علي عبد الله صالح، كان يمر فيها تجارة البشر والمخدرات وتجارة الأسلحة. أغلب الحروب التي كانت تدور في قارة أفريقيا كان يأتي السلاح منها باسم الجيش اليمني، وقتل ملايين في أفريقيا خلال 3 عقود، وكان طريقة يعني استيراد الأسلحة عبر شرق المافيات كان يأتي ويهرب عبر ميناء المخا. فنحن حقيقة أمام يعني هذه المعركة الفاصلة التي خطها هؤلاء الجنود، والغريب في هذه المعركة التي تم فيها مواجهة هذه العصابة المجرمة التي تحاول أن تسطو على فكرة الدولة، هؤلاء الذين المشايخ الذين مرغت كرامتهم ميليشيا الحوثي ولم يستوعبوا فكرة الدولة. استيعاب فكرة الدولة هي تخدم الجميع، فبالتالي نحن أمام معركة يجب أن ندركها تماما ويجب أن نشد على يعني ما هو الفارق الآن؟ لماذا كانت تحدث مثل هكذا تجاوزات قبل ربما من 2011 وما قبل ذلك وحتى قبل الانقلاب، والآن هناك ردة فعل مختلفة كانت لدى رجال الأمن في مواجهة هؤلاء الذين رفضوا التوقف عند هذه النقطة العسكرية؟ ما الذي تغير برأيك؟ هو في الحقيقة يعني مارب أصبحت خلال يعني عامين أو ثلاث خلال عامين تحديدا أصبحت يعني قبلة للوفود الدولية وللسفراء، ويعني عدن التي حولتها العقلية القروية للأسف لمن تم تعيينهم من القرويين والذين يديرون عدن حولوها إلى قرية، بينما كانت عدن في أيام البريطانيين تمثل الميناء الثاني وكانت المدينة الثانية عالميا اقتصاديا بعد ميناء نيويورك يعني في 50 القرن الماضي، حولت الآن إلى قرية يعني بكل ما تعنيه كلمة قرية. مارب التي هي في 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 قلب الصحراء تستقبل الوفود الصحفية، العديد من الوفود الصحفية الدولية، وتستقبل سفراء السفير الأمريكي والسفير الفرنسي وسفراء كثر، وهناك إشادة واضحة مارب أصبحت تستقبل كل أبناء اليمن، لا تميز، ليس فيها نفسا مناطقيا أو نفسا مذهبيا أو نفسا عرقيا. مارب تمثل الآن نواة للدولة ونجحت نجاحا هائلا. هناك مؤامرة كبيرة على مارب، استطاعت مارب خلال عامين كاملين
من خلال الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة التي تشكلت من الصفر، ولم يكن هناك شيء، تم تشكيل كل الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية من الصفر. مأرب على فكرة المطارح مدينة يعني كانت أولى مأرب بدرات مواجهة الانقلاب، كانت هي التي يعني أرست يعني مداميك الدولة فيما يتعلق بمواجهات المشروع الانقلابي الذي قاده صالح وميليشيات الحوثي، عودا علي عبد الله صالح بالرقص على رؤوس الثعابين، ثم مات على يعني على يد أحد ثعابينه التي أراد من خلالها أن يدير البلد بطريقة الأزمات. فبالتالي نحن أمام معركة فاصلة. طيب هذه هل كان يعني هل مأرب خصوصية مأرب بشكل ما التي تتحدث عنها التي استطاعت من خلالها أن تقدم هذا الوجه للعالم، هي من دفعت هؤلاء الجنود إلى التعامل بهذا الشكل مع من حاولوا تجاوز النقطة والمرور منها دون تفتيش، أم أن هناك أسباب أخرى برأيك؟ هناك توق للدولة من كل أبناء اليمن، سواء من أبناء صعدة أو من أبناء تعز أو من أبناء البيضاء أو من أبناء عدن، هناك توق للدولة. لكن مأرب توفرت فيها البيئة الآمنة، البيئة الحاضنة، كون أن هناك إدارة يعني لا ترى بعين ترى لليمنيين بعين واحدة، وهي النظام والقانون. ليس هناك نفسا مناطقيا وليس هناك نفسا مذهبيا عرقيا. فبالتالي نحن أمام يعني مؤسسة ناجحة، وهؤلاء الذين يعني ارتقوا شهداء من أبناء المؤسسة الأمنية هم ينتمون إلى كل الجغرافية اليمنية، فتجد شهيدا من المحويت وشهيدا من تعز وشهيدا من مأرب وشهيدا من يعني من الضالع. فبالتالي الذين قضوا في هذه المعركة التي تمثل يعني مواجهة لهذه العقلية المشيخية القبلية التي يعني للأسف الشديد مانعت من إرساء مفهوم وفكرة الدولة ودمرت فكرة الدولة. ويعني نحن في الحقيقة نشد على هذه العملية وأمثالها، وأبناء مأرب يعني احتضنوا فكرة الدولة، وهذا ليس غريبا عنهم أبدا. طيب دعنا نشك معنا في الحوار أستاذ خالد لواء محمد شريف وكيل وزارة الداخلية الذي انضم لنا عبر الهاتف من مأرب. أهلا بك سيادة اللواء. بداية تقبلوا تعازينا في سقوط الشهداء من رجال الأمن، ما الجديد بخصوص هذه الحادثة؟ حياك الله أخي الفاضل. حياك. هذه الحادثة أنتم تتابعوا ما حدث في المحافظة في صباح يوم الثلاثاء الساعة السادسة. أقدمت جماعة أو عصابة إرهابية مسلحة على الاعتداء على نقطة الفلج التابعة للحزام الأمني لمحافظة مأرب، وقاموا بقتل قائد النقطة، وانفجر الوضع وأدى إلى استشهاد عدد من الأفراد واستشهاد عدد من الأفراد وجرح عدد من أيضا أفراد النقطة، وقتل مجموعة من الإصابة وجرح مجموعة أخرى، وتم احتواء الموقف وتم تشكيل لجنة لدراسة أسباب الاعتداء ومن وراء ذلك الاعتداء السافر على أفراد نقطة الحزام الأمني. طيب في هذا السياق، هل عرفت دوافع هؤلاء المسلحين بالمرور بهذا الشكل؟ هل عرفت دوافع هؤلاء المسلحين بالمرور بهذا الشكل من النقطة العسكرية؟ دوافع هؤلاء يعني جاءوا على أساس يعبروا هذه النقطة في هذا الصباح الباكر للدخول إلى المحافظة لإثارة بعض القلاقل والتوقعات والفتن داخل المحافظة، ولكنهم قوبلوا بالصد وبالوقوف الجوي من قبل أفراد النقطة ومنعهم من الدخول إلى محافظة مأرب حفاظا على استتباب الأمن والاستقرار في هذه المحافظة. طيب أنتم تؤكدون أن ما قام به الجنود في النقطة هو الإجراء المتبع والأوامر التي لديهم بحسب التسلسل القيادي الموجود في وزارة الداخلية؟ ما قام به أفراد النقطة هو الواجب الذي يحتم عليهم الزي العسكري والميري الذي يرتدونه
للحفاظ على الامن والاستقرار. هذه النقطه معروفه بانها هي النقطه الضابطه ونقطه الحفاظ على الامن والاستقرار في المحافظه. وطلبوا قاموا بعض الاجراءات الامنيه التي يتخذونها ويتبعونها مع امثال هؤلاء للمعرفه من هم والى اين يتجهون من خلال طلب وثائقهم الرسميه. لكن هؤلاء الافراد الخارجين عن النظام والقانون قاموا بالقاء وباطلاق النار مباشره على قائد النقطه دون سابق خلاف بينهم واياه. طيب سيادة اللواء، الآن بالنسبة لمن جرح منهم ولمن أسر أيضا، ما هي الإجراءات التي ستحدث لهم؟ طبعا تم إحتواء الموقف ونقل من جرح. ألو؟ نعم أسمعك بشكل واضح سيادة اللواء. أقول تم إحتواء الموقف ونقل من جرح من الطرفين، سواء من أفراد الأمن أو من أفراد المعتدين على النقطة، تم نقلهم إلى المستشفى، مستشفى محافظة مأرب، وتم نقل الجثث إلى أيضا إلى ثلاجة المستشفى، وتم الإشراف على علاج الجرحى من الطرفين، والكل يحظى برعاية مستشفى الهيئة في علاج الجرحى. وتم تشكيل لجنة وجمعت الاستدلالات والمعلومات الأولية حول الاعتداء السافر وحول هذه القضية برمتها، وسلم الملف بكامله إلى النيابة. يعني سيتم توجيه تهم قانونية لهم؟ سيتم توجيه تهم قانونية إليهم؟ نعم نعم. الصوت أقصد من جرح منهم ومن تم اقتياده إلى إدارة الأمن، هل سيتم توجيه تهم إليهم؟ احنا وضحت لك أخي الكريم، قلنا لك أنه تم التحقيق مع الأسرى والجرحى، وتم جمع الاستدلالات الأولية وإحالة القضية برمتها على القضاء، وسيقول القضاء كلمته في هذا الاعتداء وفي هذه القضيه التي راح ضحيتها عدد من القتلى والشهداء. طيب سيادة اللواء، في نقطة أخيرة، كيف لمستم تفاعل أو ردود فعل سواء قيادة المحافظة أو المواطنين في مأرب تجاه ما قام به الجنود في هذه النقطة؟ وهل ستقومون بأفعال أو يعني أقصد بإجراءات مشابهة لكل حالة مشابهة لما حدث في هذه النقطة؟ يعني السؤال لم يكن واضح، سألتك كيف وجدتم تعامل أو ردود الفعل سواء من قبل قيادة المحافظة في مأرب أو من قبل الناس هناك؟ حقيقة ردود الفعل غاضبة جدا وتجاه هذه الحادثة ضد المعتدين الذين قاموا بالاعتداء على النقطة. وهذه القضية لاقت إجماع كبير ومنقطع النظير مع رجال الأمن في نقطة الفلج، والكل وقف إلى جانب رجال الأمن صفا واحد في هذه الحادثة، سواء في السلطة المحلية أو في أو من سائر أفراد المجتمع في محافظة مأرب. والكل كانت له مواقفها الإيجابية مع رجال الشرطة في هذا الموقف أو في هذا الاعتداء السابق. وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد شريف، كنت معنا عبر الهاتف في مأرب، شكرا جزيلا لك. سمعت ما تفضل به سيادة اللواء، هل لديك تعقيب حول ذلك أستاذ خالد؟ في الحقيقة يعني القوات الأمنية قامت بالمهام الملقى على عاتقها وهي حفظ الأمن
ويعني لم يقوموا إلا بالواجب الوطني الذي يتحتمه عليهم، يعني والمسؤولية التي يعني يجب أن يقوموا بها، وهي حفظ الأمن والاستقرار والرد على كل من تسول له نفسه في اختراق القانون والتعامل بنوع من الهمجية. وللأسف الشديد يعني مارب التاريخ في الحقيقة خلال هذه الحادثة وغيرها من الحوادث التي يعني منذ بداية تشكيل الجيش الوطني والقوات الأمنية، هي في الحقيقة يعني تسجل كل يوم موقف من المواقف التي نستطيع من خلالها أن ندرك أنها يعني ترسي ثقافة ومفهوم الدولة الذي تم تهميشه طيلة 3 عقود، وتزيل عنها ركام التشويه المتعمد والتجريف الممنهج لحضارية مارب التاريخ. فأبناء مارب ما قاموا به ليس غريبا إطلاقا، يعني هم تعرضوا لظلم كبير جدا وظلم فادح، يجب أن نعتذر نحن جميعا كيمنيين لأبناء مارب ولمارب التاريخ الذي تعرضت حقيقة لإهانة لمدة 33 عاما أو تزيد. فما قام به أبناء القوات الأمنية هذا اليوم هو تجسيد طبيعي جدا لمهمتهم، يعني ليس هناك غريب. طيب يعني في هذا السياق الحديث على أن هناك يعني من يعتبر أن ردة الفعل كانت مبالغ بها، كان يمكن لأفراد النقطة أن يسمحوا لهم بالمرور وأن يتم الإبلاغ عن يعني النقاط الأخرى ربما، أو طلب يعني نقطة عسكرية أخرى وطلب مساعدة من النقاط العسكرية الأخرى حتى يحتوى الموقف بدون هذه يعني القدر من الخسائر. هل ما قام به أفراد النقطة كانوا موفقين فيه؟ في كل قوانين الدنيا أي عصابة تأتي إلى مخفر عسكري أو إلى جهة أمنية وتباشر إطلاق النار وتريد ستقابل بردة فعل طبيعية وتلقائية، فبالتالي ليس هناك أي يعني البعض يريد أن يعني ماذا، هل يسمح لهؤلاء العصابة بالمرور مرور الكرام كما مروا يعني من نقاط متعددة، مرت عبر النقاط التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي ثم بعد ذلك تمر، يعني هنا تعتبر خيانة كبيرة جدا أن يمر هؤلاء بسلاحهم ويمروا إلى عمق المدينة، فبالتالي هذا إخلال كبير جدا إذا لم يتم الرد وبقوة. بالتالي ما قام به وما تصرف به رجال الأمن هو رد بالمثل، يعني هؤلاء قاموا مسلحين عصابة مجرمة يعني تمتهن الإجرام وتتاجر بالمخدرات ولديها ارتباطات ربما يعني بمافيات أخرى. على فكرة اليوم في الجوف تم القبض على يعني على سيارة ومصادرة 500 كيلو جرام، يعني نفس طن من المحشيش الذي كان سيهرب إلى يعني لا يعلم إلى أين سيهرب ولا يعلم من أين مصدره، فبالتالي نحن يعني أمام تجاوزات خطيرة وكبيرة جدا للغاية. وما تصرف به رجال الأمن هو تصرفا طبيعيا يرتقي إلى مستوى المسؤولية القانونية الملقى على عاتقهم في الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه، للعودة بعجلة التاريخ إلى الوراء والقضاء على هيبة الدولة. لماذا هذه العقلية المشيخية الهمجية التي أدلتها الميليشيات الحوثي تريد ان ان تفتئت على الدولة؟ الدولة هي الضامن الوحيد سواء لابن القبيلة او لابن للرجل للمهمش او للانسان العادي، فبالتالي نحن امام يعني حالة غريبة ويعني وذهنية مغلفة بالتخلف ومغلفة بالعجرفة ومغلفة بالغطرسة. هذه الذهنية المشيخية أهانتها ميليشيات يعني ولم يستطيعوا أن يتحركوا ولم يتنفسوا في ظل سلطة ميليشيات. لماذا يأتون بهذه العنجهية والغطرسة حينما توجد فرصة لإيجاد بيئة قانونية؟ لماذا يحملون السلاح ويهجمون على 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 رجال الأمن؟ هل يستطيع هؤلاء الميليشيا هذه العصابة الإجرامية التي تمتهن جريمة تهريب المخدرات أن تطلق النار على يعني على نقطة تابعة لميليشيا الحوثي؟ هذه حالة مستغربة حقيقة، يعني مارب لن تكون إلا حاضنة للدولة، مارب لن تكون إلا أمل لليمنيين في استعادة فكرة الدولة والمتجدرة في ذهنية الإنسان اليمني والماربي تحديدا منذ ما قبل الميلاد. هذا باختصار شديد. طيب بدأنا نشك معنا في الحوار أستاذ خالد سيد خليل المليكي الصحفي الذي ينضم لنا عبر الهاتف. أستاذ خليل، كيف هي ردود الفعل حول هذه الحادثة؟ إلى أي مدى يمكن لمس توجه وتأييد لما قام به الجنود في هذه نقطة الفلج، وكذا أمل بأن يكون هناك نظام وقانون في يوم من الأيام؟ أخي العزيز وبمشاهديكم الكرام وبضيوفكم الأكارم،
ما حدث في نقطة الفلج بمحافظة مأرب هو تعدي على الدولة وعلى القانون الذي به الجميع الموجود في محافظة مأرب، سواء من رجال القبائل المتواجدين من أهل مأرب الأصليين أو الذين نزحوا إلى محافظة مأرب. ردود الأفعال محافظة مأرب تساند رجال الأمن، تساند رجال يكون مع لما تسجل أي من قبل من رجال قبائل محافظة مأرب في وجه الدولة خلال هذه الفترة الماضية الأربع سنوات الماضية، بل بالعكس كل أبناء محافظة مأرب جميعهم مؤيدون للقانون لفرض هيبة الدولة، فباستعادة الدولة وبقانون وبالقانون الذي يحمي حقوق الجميع القبائل هنا في محافظة مأرب وكذلك المتواجدون بأنهم أينما وجد، وأن هذه الاختلالات التي قامت بها القوات المسلحة واعتدائها الأمنية إنما يسبب محافظة مأرب وانتهاك للأمن وانتهاك للقانون الذي ضحى من أجله أبناء محافظات الأخرى في كل مناطق مأرب، وهم ينتصرون للدولة وينتصرون لاستعادة الدولة المدنية الحديثة من الميليشيات السوسية. طيب حتى نكون يعني أمام توصيف أكثر دقة لما يحدث، كم يعني هل هناك نسبة لمن لا يزالون يعتقدون أو يظنون بفكرة أن يعني قانون القوة هو من سيغلب وليس قوة القانون، بمعنى أن هناك من يمكن له أن يستنجد وأن يعني يحاول أن يكون فوق القانون، كم نسبة هؤلاء من الموجودين بشكل عام؟ كم يمكن إعطاهم تقدير حتى نصف الواقع بشكل أكثر دقة؟ نعم أخي وجيه، بالضبط هناك أصوات تتضامن مع هذه العصابة، بلا شك أن هناك معارضين لسيادة يريدون من أن تكون الفوضى وتنتشر الفوضى في البلاد وهم معروفون كذلك. أصوات يعني إذا قلنا ووصفنا قليلة جدا لا 100% هم من يتكلمون بها، وأكثر كلامهم موجود على مواقع التواصل الاجتماعي لا غير. أمر اليوم في الشارع الحلاقة والناس يتحدثون عن هذه القضية، جميعهم يقفون إلى جانب الدولة إلى جانب رجال في ضبط في المحافظة وضبط هيبة الدولة على أي شخص كائن من كان. طيب برأيك ما الذي يجب القيام به لاستمرار في تعزيز ثقافة القانون؟ والتأكيد على أن ما جرى لن يعني دماء هؤلاء من سقطوا من الجنود في هذه النقطة الأمنية لن يذهب هدرا في نهاية المطاف، ما الذي يمكن عمله الآن والبناء عليه؟ نعم أخي العزيز، هذا ما لابد أن تكون هنا، لابد أن تقوم الداخلية والسلطات المحلية في محافظة وابعاد هذه العصابه، لماذا هذا التوقيت بالضبط وقد حاولت الدخول من محافظه الجوف ولم تستطع الدخول، وجاءت من بعض النقاط العسكريه تبع الجيش الوطني حتى اتت الى نقطه الفلج، هذه مشكله امنيه التحقيق في هذا وهذه القضايا، يكون القانون هو سيد وأن تنزل اللجنة، أنا برأيي أن تنزل اللجنة إلى المخيم، هناك مخيم موجود لهؤلاء يظن لهؤلاء أقارب هؤلاء قتلوا في هذه النقطة من في وادي في محافظة مأرب، لابد أن تنزل اللجنة إلى والتحقيق في أبعاد هذه والأسباب والمسببات هذا الأمر. أشكرك أستاذ خليل المليك الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب، والمعذرة للسادة المشاهدين على تقطع الصوت من المصدر. قبل العودة إليك أستاذ خالد، نذهب والسادة المشاهدين إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أجدد الترحيب بك أستاذ خالد. في سياق ما جرى كانت هناك تصريحات من قبل وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد شريف حول أن الداخلية ستضرب من يد بيد من حديد كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار وكل من تسول له نفسه ذلك. برأيك ما هي التكلفة التي يمكن أن يحصل بها ذلك؟ إلى أي مدى قادرة السلطات الأمنية، السلطات المحلية وكذلك الحكومة الشرعية على ضبط الأوضاع في المحافظات المحررة باختلاف هذه المحافظات بطبيعة الحال؟ يعني لو أتينا إلى خارطة المحافظات المحررة نجد أن يعني هناك تغييب بشكل كبير جدا لفكرة الدولة لصالح طابعا ميليشويا أو طابعا قرويا تسود فيه يعني النزاعات التي تكاد تأخذ بعدا يعني مناطقيا كما هو في الجنوب تحديدا، ومناكفات سياسية كما هو الحاصل في تعز. إلا أن مأرب تختلف تماما، مأرب يعني تفوقت في الحقيقة على عدن، ونرى أن يعني فكرة الدولة تتجذر يوما بعد يوم في مأرب وتخلصت من يعني تفوقت على عدن ولم يعني التي أصيبت بالعقلية القروية. وللإنصاف مأرب النخبة السياسية والقوى السياسية في مأرب تفوقت حقيقة على النخب السياسية في تعز. النخب السياسية في تعز هي غارقة في المناكفة السياسية وكان لها يعني إسهام كبير جدا في تأخير مسألة الحسم وعرقلة إرساء الأمن والاستقرار في مدينة تعز ومشروع واستكمال يعني مشروع التحرير. طيب من خلال قراءتك ما الذي وجد ويسهل الأمور في مأرب عما يحدث مثلا كما تقول في تعز؟ يعني حقيقة يعني مأرب تستطيع أن تقول أن القوى السياسية اتخذت قرارا واحدا ومنسجما من اللحظة الأولى في مواجهة المشروع الانقلابي. كل القوى السياسية كان لها موقفا واحدا مع إدارة المحافظة المتمثلة بالأستاذ لواء سلطان العرادة الذي مثل يعني رجل القانون ورجل القبيلة الذي يحترم نفسه ويحترم يعني المسؤول اللحظة التاريخية الذي وجد فيها وتصدر فيها للمشهد السياسي في لحظة فارقة. يعني للأسف الشديد يعني بعد 2011 يعني كان هناك يعني توقا كبيرا جدا لفكرة الدولة، لكن للأسف الشديد لم يكن هناك يعني حوامل حقيقية من القيادات الوازنة التي تستطيع أن تحمل تطلعات الشعب وتطلعات الجماهير في إرساء دولة النظام والقانون وإنهاء المحسوبية وإنهاء الرشوة وترسيخ فكرة الدولة. وأسهمت بشكل أو بآخر هذه القيادة السياسية ابتداء برأس يعني الدولة. كيف يمكن الموازنة ما بين مسألة أن اللواء سلطان العرادة هو رجل قبلي في نهاية المطاف، كيف يمكن له الموازنة بين إثبات فكرة الدولة وحضورها لدى الناس وبينما أيضا أنه آت من خلفية قبلية أيضا؟ يعني على فكرة يعني أنا تحضرنا في هذا اللقاء يعني أستذكر أحد المقابلات الصحفية التي أجريت لأحد رموز القبيلة على الهواء، وحينما سئل في عهد صالح حينما سئل بعد أن تنهي مقابلتك إلى أين ستعود؟ قال سأعود إلى صنعاء، ثم قال له ألا تخشى من الاعتقال؟ قال من ينتمي إلى قبيلة حاشد لن يستطيع أحد اعتقاله أو كذا يحتمي. يعني حتى الساسة في تلك الفترة الذين كانوا يدعوا معارضة نظام صالح وهم جزء من تركة صالح كانوا يغلبون فكرة القوة على فكرة الدولة، فبالتالي وقعنا في هذا الفشل وهذه الازدواجية الخطيرة. سلطان العرادة لا ينتمي إلى يعني إلى بعدا قبليا نفعيا كما هو الحال في بعض القبائل التي في الحقيقة أسهمت في ترسيخ فكرة الإمامة. بعض مشايخ القبائل للأسف الشديد أسهموا بشكل كبير منذ ثورة سبتمبر على يعني على ضرب المشروع الوطني، ويعني والمشروع الوطني تعرض لضربات متعددة إلى أن وصلنا إلى الانقلاب. فالانقلاب وتحالف صالح والحوثي هو كان نتيجة لتراكمات خطيرة جدا ضربت مشروع التحول الديمقراطي ومشروع تحول إرساء فكرة الدولة. كان أول ضربة للمشروع في فكرة المشروع الوطني وفكرة الدولة باغتيال أيقونة سبتمبر الشهيد محمد الزبيري. ثم بعد ذلك يعني حصلت في عام 65، ثم بعد ذلك تعرضت الفكرة الوطنية وفكرة الدولة وفكرة الجيش الوطني الذي في الحقيقة كان يمكن أن يرسي فكرة الدولة، تعرض يعني للتصفية بطريقة بشعة جدا قائد الجيش الوطني الذي علي عبد المغني الذي كان عبد الرقيب عبد الوهاب عفوا عبد الرقيب عبد الوهاب الذي كان بطل السبعين والذي
أسهم في يعني قاد معركة السبعين وكسر شوكة الإمامة التي أرادت أن تعود، وتم تصفيته بطريقة بشعة في عام 68. ثم بعد ذلك تعرضت الفكرة الوطنية لإغتيال، وللأسف الشديد كانت الجارة السعودية سفيرها وكان متورط، وما بعض المشايخ القبليين كانوا متورطين في اغتيال إبراهيم الحمدي. ثم بعد ذلك أتى مشروع اللقاء المشترك وتم اغتيال قر الله عمر أمام الملا لضرب فكرة الفكرة الوطنية انطلاقاً ثم هذا بعد ذلك توج بالانقلاب الذي جاء على الدولة وعلى التغيير، لأن علي بن صالح لم يكن رجل دولة بامتياز، أتي به من خلفية عصبوية ميليشيوية يعني وتصدر وانطلاقا مما تتفضل به رئيسا للدولة، وهو لا يتمتع بأي مواصفات لرئيس الدولة. أريد أن أسأل الضيف الذي ينضم إلينا الآن أستاذ أيمن نبيل الكاتب والباحث الذي ينضم لنا عبر الهاتف من ألمانيا. أستاذ أيمن، انطلاقا مما تفضل به ضيفي هنا أستاذ خالد، يبدو أن يعني باستجلاء ما حدث أنه تحضر الدولة في ثياب جندي الأمن هذه المرة بعد عقود من الانتماء والتأرجح كفة الشيخ على حساب كفة الدولة. كيف أنت تقرأ هذه الحادثة في السياق الوطني؟ طبعا هذه الحادثة أمر مبشر بخير، طبعا نحن نأسف للضحايا الذين سقطوا، ولكن دلالة هذا كدولة هذا أمر مبشر بالخير طبعا، لأنه أخيرا تستطيع الدولة أن تقف أمام مشايخ القبائل وأمام العصبوية القبلية وأن تفرض النظام في نهاية المطاف وترد على بشكل متناسب، بمعنى أن التفاصيل الحادثة كما شرحتها الجهات المختصة في مارب تقول أن النقطة طالبت في البداية بإيقاف مجموعة من الناس، ولكن بعد ذلك عندما رفعوا السلاح اضطر رجال الأمن للرد على هذا. هذه يعني نقطة مبشرة بالخير كثيرا طبعا، ولكن علينا ألا نبالغ، علينا الآن أن نفكر ماذا سيحصل بعد هذه النقطة، لأنه تاريخيا في اليمن لم تكن المسألة أبدا أن القبيلة أقوى من الدولة، هذا ليس صحيحا بالمناسبة. أسمع كثيرا من المثقفين والمهتمين بالشأن العام اليمني سواء كانوا يمنيين أو عربا أو حتى أجانب ينظرون إلى أن القبيلة كانت عقبة في طريق الدولة، هذا ليس صحيحا. الدولة بقيادة علي عبد الله صالح، ثم أولا طبعا في مرحلة التحالف القبلي الذي تم في السبعين عام 1970 بعد انقلاب نوفمبر تحديدا سنة 67، هذا كان ثم أتى علي عبد الله صالح، كان هذا التغليب لقوة القبيلة كان يتم بمباركة الدولة وبدفع منها، وبالتالي ما يحصل الآن هو أمر جيد، ولكن علينا ألا نبالغ وأن ننتظر ماذا سيحصل لاحقا. ما الذي يمكن أن يحصل لاحقا إذن وتحذر منه؟ مثلا ممكن أن الدولة تخاف أن الجهات المختصة هذه تتراجع عن بعض مواقفها، مثلا أن تقوم لجنة التحقيق بعد ذلك بالاعتذار لهذا الشيخ القبلي أو هذه الشخصية القبلية. علينا أن نتذكر أمرا مهما هنا أخي وجيه والمشاهدين، أن النظام هذا نفسه هو الذي قام بحل أو محاولة حل مشكلة واحدة من وصمات العار في التاريخ اليمني، وهي غزو الحوثيين لعمران بتحكيم قبلي وذبح ثوار حولوني القبيلة، وتذكروا سنة 2014. بالتالي نحن أمام نظام أصلا هو ينظر اليمنيين كقبائل ويحل المشاكل، يعني أعكى مشاكله وأكثر المفاصل التاريخية في مساره تعامل معها آنذاك بطريقة قبائل وذبح ثوار والكلام هذا. فالآن ممكن علينا أن ننتظر هذا أولا، ماذا ستفعل اللجنة الأمنية؟ ستعتذر، ستقوم بتحكيم؟ أنا لا أدري، لا أريد أن أبالغ أصلا في التفاؤل، رغم أنني طبعا أتمنى أن تستمر اللجنة الأمنية في موقفها هذا وأن تتصلب، لأنها بذلك سوف تستطيع أن تبني يعني لبنة أولى في هذه الجمهورية الصغيرة التي تسمى مأرب. الأمر الآخر هو الإسناد الشعبي، بمعنى ماذا سيفعل الناس، المجتمع، وأنا لا أقصد المجتمع اللي هو الأفراد فقط، ولكن المكونات الطوعية الحديثة، يعني مثلا هل هناك في مأرب نظام قضائي أم لا، هل هناك النقابات، الصحف، أين هذا كله؟ علينا أن نبني هذه المراكز الآن حتى تستطيع أن تدعم توجهات الدولة. بدون هذا سوف في نهاية المطاف سوف ترضخ اللجنة الأمنية لضغوطات من فوق ومن أماكن أخرى، وعلينا ألا ننسى أن جزءا من المشايخ القبليين الآن هم موجودون في النظام في صف عبد الرب منصور هادي ويستطيعون الضغط، وبالتالي علينا أن نكون حذرين هنا وأن ندفع بقدر الإمكان لتشكيل الأساسات التي تحول هذا السلوك، سلوك الدولة، إلى عمل مؤسسي وليس إلى مجرد يعني قيادة ممتازة أو أشخاص محترفين، قيادة أمنية محترفة تتعامل مع الموضوع برؤية احترافية وبشرف عسكري. علينا أن نرى الموضوع، أن نحاول أن نؤسس الموضوع بشكل مؤسسي، وهذا يحتاج إلى قوة اجتماعية،
القوى الاجتماعيه هذه الان الى حد الان ليست يعني متواجده في مأرب بشكل كافي، وهذا امر غريب بالمناسبه ويحتاج الكثير من النقد. طيب يعني انت لاضع المشاهد في الصوره، انت تحذر مما قد يحدث من ان من استمرار يعني من ان يكون ما حصل بالاصح التفاعل المجتمعي الموجود الفردي هو مساله وقتيه فقط، قد إذا لم تستمر قد تؤثر على عمل هذه اللجنة التي ستخضع بشكل أو بآخر لمراكز النفوذ التي قد تكون موجودة، بما سيعيد الكرة إلى ما كنا عليه سابقا. بالضبط، ممكن هذا يحصل كثير، يعني ممكن هذا يعني احتمالية أن يحصل هذا احتمالية كبيرة، أن يقوم بعد ذلك يضغط مشايخ معينون، لأنك الآن عندما تقوم باجتراح هذه السابقة أنت الآن تهدد جميع المشايخ، ومن الآن فصاعدا إذا قامت الشرطة وقامت قوات الأمن بمحاباة شيخ آخر والسماح له بفعل ما يشاء مثلا، أو السماح له إذا نفترض مثلا يعني نتخيل فقط أن هناك حالة مماثلة تماما حصلت ستحصل في المستقبل، وقامت اللجنة الأمنية بتمرير هذا الموضوع بمعنى أنها لم تقم بالرد عليه، لم تقم بالرد عليه كما ردت على هذا الشيخ، الآن ماذا سيحصل هنا؟ ستنهار كل شيء، وسيظهر بعد ذلك يعني سيفهم الناس أن المسألة لم تكن انتصارا لفكرة الدولة أو كذا، كانت فقط قد تكون لها مسببات أخرى، خلافات معينة، بعد مناطقي معين. وأنا طبعا الآن أحب أن أؤكد أن جميع الشهادات التي وصلتنا، طبعا ليس هناك الآن عمل صحفي ممتاز في مأرب وهذا أمر خطير أيضا، كل الشهادات التي أتت للناس الذين يدخلون إلى مأرب خصوصا في النقاط الأمنية دائما يصفون التعامل الراقي والمحترم والوطني للنقاط الأمنية الموجودة على مداخل مأرب. ولكن ما أقول الآن أنه في حال اللجنة الأمنية لم تستطع أن تثبت هذا في المستقبل، سيفهم الناس أن ما حصل اليوم لم يكن انتصارا للدولة ويعني تأسيسا لشرعية أخلاقية لجهاز الدولة والشرطة والأمن، وهذا ما كنا نحتاجه طوال 50 سنة تقريبا، بل أنه مجرد عمل له يعني مجرد شيء يعني له أبعاد أخرى، له طيب مواعث أخرى مناطقية وأخرى منطقية وأشياء أخرى كثيرة. طيب كيف يمكن إذن ترسيخ هذه المسألة والاستمرار في عملية يعني ضمان استمرارية هذا الفعل بشكل أو بآخر، نتحدث سواء مجتمعيا أو من قبل القوى السياسية السلطة المحلية، كيف يمكن تعزيز ما حدث وضمان استمراريته؟ طبعا شوف، نحن لما نتكلم الآن على هذا الموضوع نحن نتكلم عن موضوع كبير، بمعنى أن هذا الآن هذه الفكرة، فكرة أن يقوم جهاز الأمن بقمع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة، هذا أمر كبير، وبالتالي ما سأقوله الآن هو شيء له أبعاد على المدى الطويل، يعني لن يتم هذا في يوم وليلة. ولكن الخطوات الأولية لهذا، علينا أن نسأل، ليست لدي معلومات كافية عن هذا الموضوع، ولكن علينا أن نسأل الأسئلة التالية: كيف هو السلك القضائي الآن في مأرب؟ هل كل المحاكم مفتوحة؟ المحاكم الإدارية أيضا هل هي موجودة في مأرب؟ هل تعمل؟ إذا وجد سلك قضائي قوي ومستقل داخل مأرب، هذا سيوفر دعما كبيرا لجهاز الشرطة، لأنك في نهاية المطاف بعد ذلك الاحتكام بالقانون ليس للقبائل ولا لتحكيم ولا لأثوار ولا هذا الكلام كله الفاضي، ولكن معك أنت حكومة، معك دولة تتعامل معها. الدولة لا تعني إلا شيء، نشوف في تعريفها البسيط والرقيق جدا يعني الرفيع، هي قانون وشرطة، قانون وأمن، هذه هي الدولة يعني بتعريفها البدائي، الدولة الحديثة. بالتالي إذا ما فيش معك أنت قانون في نهاية المطاف، مش معك مؤسسات قانونية في نهاية المطاف، هذا سوف يصبح اللجنة الأمنية هذه ستبقى مكشوفة الظهر للضغوط وللوبيات ولمشايخ قبائل ورجال أعمال مستفيدين من مشايخ قبائل وإلى آخره. هذا أولا. ثانيا، لابد أن يتواجد في مأرب مجتمع مدني. علينا الآن أن ننسى أو التعامل الذي يتم مع مأرب الآن أنها محطة مؤقتة، أنها محطة نازحين مؤقتة، هذا التعامل يجب أن ينتهي. علينا الآن أن نركز على الحكومة وعلى جميع القوى السياسية أن تركز على يعني على مأرب باعتبارها جمهورية صغيرة، أن النموذج الجمهوري الديمقراطي المواطن الذي سوف نقدمه الآن لجميع اليمنيين، وبالتالي علينا الآن أن نؤسس لهذا مثلا مشاريع التنمية. الآن في مأرب مساحتها، أذكر المشاهدين أن مساحة مأرب تقريبا ضعفي مساحة لبنان، وبالتالي تستطيع أن تتحمل من ناحية المساحة الجغرافية أضعاف النازحين اللي تتحملهم الآن، ولكن النازحين الموجودين الآن داخل مأرب يشكلون ضغطا على المدينة لأن المشاريع التنموية شبه معدومة، بالتالي لابد علينا الآن أن نبني مشاريع، وإذا كنا لا نستطيع أن نفعل شيئا في عدن ولا في تعز ولا في الحديدة ولا في حضرموت، على الأقل فلنبني مؤسسات صغيرة داخل مأرب على الأقل، يعني
هذا أضعف الإيمان. الأمر الثاني المجتمع المدني، يعني مثلا الأحزاب النقابات مثلا نقابة الصحفيين ماذا تفعل في مغرب؟ هل لديها مقرها؟ هل تجتمع الصحفيون هناك؟ هل أصدروا جرائد وصحف ومجلات؟ والإمكانيات موجودة بالمناسبة في أيديهم، ولكن هل بادروا إلى هذا؟ افتتاح هذه لتكوين مراكز داخل المدينة، لتكوين مجتمع مدني. وربما يجب تخصيص مثل حلقة خاصة بهذا الخصوص ولتأكيد على هذه النقاط التي ذكرتها. شكرا جزيلا على ما ذكرته ونقاط هامة أستاذ أيمن نبيل الكاتب والباحث، كنت معنا على الهاتف من ألمانيا في أقل من نصف دقيقة. أستاذ خالد، كلمة أخيرة بهذا الخصوص. ككلمة أخيرة أستطيع أقول أن مارب هي نواة الدولة التي ينشدها اليمنيون، ونحن واثقون بأن اليمنيين قد تجاوزوا فكرة الفوضى والهمجية برحيل رأس العصابة، وما بعده سيكون أهون. أشكرك الباحث السياسي أستاذ خالد عقلان، كنت معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقم العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.